دعونا نذهب مشاهدينا إلى الرباط لنناقش طبعا يعني ونتحدث عن كل المستجدات على الساحة المغربية في إطار وفي أعقاب ما حدث مع الباحث السياسي والأكاديمي السيد لحسن قرتيت. أهلا بك معنا أستاذ لحسن في طبعا هذه التغطية المباشرة. يعني كما ذكرنا يعني السلطات المغربية في سباق مع الزمن لإنقاذ ويعني محاولة يعني الانتهاء من هذه المأساة وهذه الكارثة وإعادة لملمة جراحها كما يقال. أود أن أسمع بداية ما لديك من معطيات حول الوضع الراهن في المناطق المتضررة. بداية وأهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة. أعتقد على أن كما أشرت إلى ذلك أن جهود المملكة المغربية الآن بكل الوحدات المتواجدة على المستوى الأرض وخصوصا وحدات الجيش والمؤسسات الوطنية الأخرى المتمثلة في الدرك الملكي وبطبيعة الحال أطقم الصحة المغربية، الأهداف واضحة جدا وهو إيصال المساعدات خصوصا المتعلقة بالأفرشة والأغطية وبناء الخيم وكذلك استكمال بناء المستشفيات الميدانية. المهمة تتضح بأنها مهمة صعبة، لكن حقيقة تم تدليل العديد من العقبات فيما يتعلق بسير عمليات الإنقاذ على اعتبار أن العدد نفسه يعبر، هذا العدد الذي تضاعف لعدد عدد الجرحى، أتحدث بكل وضوح عن عدد الجرحى، هذا يدل على أن كل أطقم الإسعاف والإنقاذ قد وصلت إلى كل المناطق تقريبا وإلى كل القوى إلى كل القرى وكل الدواوير رغم كما قلت شساعة هذه الجغرافية ورغم الجبال المرتفعة جدا وصعوبة الممرات الجبلية، وكما قلت على أن مروحيات الدرك الملكي ومروحيات الجيش تلقي بهذه المساعدات إلى المداشر وإلى القرى المتواجدة وإلى المساكن المتواجدة في أعلى الجبال. كذلك كما أشرتم إلى ذلك كانت هناك زيارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المستشفى الجامعي بمراكش من أجل الوقوف على الحالة الصحية لجرحى هذا الزلزال، وبطبيعة الحال هذا يدل على أن المملكة المغربية قيادة وشعبا أمام هذا المصاب الجلل واقفون على قدم وساق من أجل إنجاز المهام المتعلقة بالإسعاف وبالإنقاذ بدفن الجثامين، ونحن ونتحدث اليوم على أن تم دفن أكثر من 2800 جثمان، وهو ما يدل على الحركية وعلى الدينامية التي تحظى بها هذه عمليات الإنقاذ خصوصا وأن الجهود متكاتفة جدا بين كل الوحدات. وهذا ما تبعناه يعني سيد لحسن، يعني نقطة بغاية الأهمية، يعني تبعنا حتى في الصور التي تمر على الشاشة بأن العهد المغربي أيضا قام بالتبرع بالدم كما فعل كل المغربيين من خلال الهبة ويعني التهافت إلى المستشفيات للتبرع بالدم. يعني اليوم المجتمع المدني والمجتمع المحلي بالتكاتف أيضا مع السلطات المغربية قام بعمل لربما جبار لنقل إزاء هذه الكارثة والصدمة التي تعرض لها المغرب. بما لا شك في ذلك، العمل هو عمل جبار قامت به وحدات الجيش المغربي، قامت به بسواعدهم بكل قوتهم، قاموا بما ينبغي القيام به منذ الساعات الأولى منذ استيعاب ما يسمى بالصدمة. كان هناك اجتماع وتنسيق ووضع كل وحدات وكل بنية تحتية للجيش المغربي رهن إشارة ساكنة هذه المناطق. وكما أشرتم إلى ذلك، صاحب الجلالة أشرف شخصيا على كل العمليات المرتبطة بالإنقاذ وبالإسعاف وإيصال المساعدات إلى كل المناطق إلى كل الدواوير المنتشرة في هذه الجغرافية الواسعة. صاحب الجلالة اشتغل منذ اللحظات الأولى التي تلت الزلزال انطلاقا من ترأسه للجنة العمل مع كل الفاعلين الأساسيين، وتم
كما يقال تفعيل آليات الدستورية والمؤسساتية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سباق كما أشرتم مع الزمن من أجل الوصول إلى نجين وإنقاذ هؤلاء. وبالتالي هذه اللحظات وهذه اللقطات التي نشاهدها على شاشة قناتكم الفاضلة تدل بما لا يدع مجالا للشك الاهتمام الكبير لصاحب الجلالة، التفاتة كريمة تتمثل في زيارة قسم الإنعاش وفي زيارة جرحى هذه الزلازل وفي التبرع بالدم، وهذه الالتفاتة حقيقة تدل على معدن المغاربة قيادة وشعبا، خصوصا ونحن نعيش على إيقاع وصول قوافل من كامل ربوع المملكة المغربية، قوافل لمؤسسات لجمعيات حتى للمغاربة كفرادة من أجل تقديم المساعدة. وحقيقة هناك عمل جبار تقوم به كذلك مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تعمل على تسيير وتدبير أنجع لكل المساعدات سواء من داخل الوطن أو من خارج الوطن، كما تجب الإشارة إلى العمل الذي تقوم به الفرق القادمة من دولة الإمارات الشقيقة وقطر وبريطانيا وإسبانيا. هذه الفرق كانت لها إضافة نوعية على المستوى الميداني لأنها تتمتع بخبرة تقنية كبيرة جدا فيما يتعلق بتدابير الإنقاذ، بتدابير الإسعاف الضرورية والآنية. وحقيقة ما يجري الآن على المستوى الميدان هو كما قلت معركة ضد الزمن من أجل إنقاذ الجرحى، من أجل إيصال المساعدات. وأعتقد على أن تبقى الأولوية القصوى بطبيعة الحال هي تتمثل في إعادة تأهيل هذه المناطق وفي إيواء كل الذين فقدوا منازلهم، وكذلك الأولوية تتمثل في إعادة إعمار كل هذه المناطق. لذلك وضعت الدولة المغربية بإعاز من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رقما حسابيا، رقم صندوقا من أجل الحد من تأثير أثار الزلزال. هو الصندوق سمي من صندوق 126، وبالإضافة إلى بنوك إلى حساب بنكي على مستوى بنك المغرب والخزينة، وهو ما يدل صراحة على التزام قوي للمؤسسات الوطنية للدولة المغربية من أجل إدارة وتدبير هذه الأزمة. أعذرني على المقاطعة ولكن لم يتبقى لدي الوقت. شكرا من الرباط الأكاديمي والباحث السياسي لحسن قرتيد.